مشاهدينا الكرام، استقبلت سدرة للطب الدفعة الأولى من طلاب التمريض من جامعة كالرجي في قطر للحصول على تدريب سريري في المستشفى، حيث سيعمل 15 طالبا من الجامعة مع فرق التمريض في سدرة للطب للتدرب على عدد من التخصصات لمدة 12 أسبوع. يعتبر التدريب الطلابي جزءا من برنامج بكالوريوس التمريض في جامعة كالجاري في قطر، حيث يترقب طلاب التمريض فرصة ممارسة هذه المهارة التمريضية السريرية وهذه التي توفر لهم سدرة للطب عن التدريب وما يقدمه كذلك مركز سدرة للطب لكليات دولة قطر من الجانب الصحي. فخلونا نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع إن شاء الله نتكلم بتفصيل أكثر. مركز سدرة للطب منشأة صحية مبتكرة وعصرية تابعة لمؤسسة قطر، مجهزة على أحدث طراز متخصص في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للنساء والأطفال في الدولة. تساهم سدرة للطب في مسيرة التقدم العلاجي في قطر، وتعد أفضل مثال على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على المدى الطويل لبناء بنية أساسية ذات طراز عالمي في قطاع الرعاية الصحية والبحوث في قطر. لمتخصص الرعاية الصحية أو فرق التمريض دور بارز في القطاع الصحي، لذلك يقوم سدرة للطب بتدريب فرق التمريض بالتعاون مع الجامعات المختلفة في الدولة. وقد استقبل المركز الدفعة الأولى من طلاب التمريض من جامعة كالجاري في قطر للحصول على تدريب سريري في المستشفى، بحيث يطبق المتدربون ما تعلموه على مقاعد الدراسة بشكل عملي على أرض الواقع. ويعد هذا التعاون خير مثال على التكامل والتعاون بين سدرة للطب والمؤسسات التعليمية في المجال الطبي. راح نتكلم أكثر إن شاء الله عن استقبال سدرة للدفعة الأولى من طلاب التمريض في جامعة كالجاري، ويسعدنا أن تكون معنا السيدة هيفاء النعيمي الممرضة السريرية بمركز سدرة للطب. نرحب فيك أستاذة هيفاء. شكرا ومشكورين على استضافتي بالبرنامج. يا مرحبا فيك. بداية لو نتكلم عن استقبال سدرة للطب الدفعة الأولى من طلاب التمريض في هذه الجامعة. طبعا بحكم أن سدرة للطب هي مؤسسة تعليمية، فنهدف إحنا أن نعلم طلاب التمريض، والحمد لله بالتعاون المستمر بيننا وبين جامعة كالجاري في قطر استقبلنا أول دفعة من طلاب التمريض اللي يتكونون من 15 طالب أو طالب وطالبة تمريض. فإن شاء الله إحنا بنوجههم بنضع لهم كل المصادر الموارد اللي يحتاجونها عشان ينجحون في مهنتهم المستقبلية في التمريض بإذن الله. قلت كالجاري الحين كالجاري حلوة. أنا دارس هناك بس ما قلت لك ترى. اختفاء يعني شنو التخصصات الطبية اللي راح يتلقونها الدفعة الأولى من المتدربين؟ يعني إحنا لو نتكلم عن برنامج التمريض بشكل عام هو له تخصصات مختلفة. طبعا في برنامج كالجاري للتمريض الطلاب لهم الفرصة أنهم يتعرفون على تخصصات التمريض. فلو ركزنا في مركز سدرة للطب، مثل ما أنتم تعرفون مركز سدرة للطب مختص بتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء. الدفعة اللي احنا استقبلناها حاليا بتركز في تخصص الأطفال، وطبعا قسم الأطفال له تخصصات أيضا مختلفة، منها تخصص الجراحة، تخصص قلب، تخصص أعصاب، صحة نفسية، وتخصصات النساء طبعا وتخصصات أخرى. ما شاء الله. طيب لو نتكلم عن فترة التدريب العملي للطلاب والمدة الزمنية حتى أنهم هم يقدرون يستوعبون هذه التجربة في التمريض. طبعا فترة التدريب ما تقتصر على كونهم طلاب، ففي مجال التمريض مثل أي مجال طبي المهارات السريرية ولا المهارات التمريضية تستدعي أن الواحد دائما يحدث معلوماته على أحدث الدراسات وأحدث المهارات اللي نوفرها لمرضانا على حسب التخصص. بس لو نتكلم عن الدفعة اللي استقبلناها من جامعة كالجاري، طبعا احنا وزعناهم حق مجموعتين. المجموعة الأولى تتكون من 8 طلاب لمدة 6 أسابيع بيشتغلون مع ممرضين وممرضات سدرة للطب بالتعاون مع معلمتهم في جامعة كالجاري لتحديد أهدافهم التعليمية ويكتسبون المهارات السريرية اللازمة في توفير الرعاية الصحية للأطفال. لما تخلص فترة الست شهور ست أسابيع لأول مجموعة بنستقبل المجموعة الثانية نفس الشيء 7 طلاب طالبات لمدة بعد 6 أسابيع، فالمجموع الوقت الفترة التدريبية اللي بيكونونهم عندنا 12 أسبوع.
ذكرت لتواجدهم مع الممرضين والممرضات، يعني هل بيكون في تواجد عملي؟ هل ممكن يساعدون ولا يكونوا موجودين في الحدث وهو عبارة عن معايشة للأوضاع اللي تكون موجودة في سدرة؟ لا، بيكون عندهم عملي، يعني مهارات يدوية يطبقونها على المريض. بحكم أنهم طلاب بيكونون تحت إشراف ممرض أو ممرضة من سدرة ممارس مرخص من وزارة الصحة، وبالتعاون بعد مع مدرساتهم اللي بتكون معاهم موجودة في القسم. فإحنا دائما نحرص على الرعاية الآمنة، فأي شيء يسوونه يكونون هم متعلمينه من الجانب النظري في الجامعة وجايين يطبقونه عندنا في سدرة تحت إشراف الممرضين الممارسين. تتوقعين 6 أسابيع بتكون يعني كافية لتعلم هذا الطالب أمور التمريض كلها كاملة ويكون شامل فيها، ولا بيحتاج أيضا يعني بعد فترة أنه يأخذ 6 أسابيع ثانية أو مثلا مدة أقل؟ والله صراحة هو بيتعلمون طول عمرهم هم. صحيح، اي طول عمرهم، يعني ما يقتصر. نعم، يعني حتى كممرضة الحين صار لي أنا 6 سنين لين الحين أتعلم مهارات جديدة. فالسر إن الواحد يحدث نفسه ويقرأ عن أحدث المهارات الطبية، المهارات اليدوية السريرية اللي إحنا نوفرها حق المرضى. فلو تقول لي 6 سنين بقول لك أنا 6 سنين لحين ما كفتني، لحين في أمور وايد أتعلم عنها وعلى أحدث الدراسات والمهارات اللي تطلع لنا يعني من الدراسات الطبية. فالواحد لازم يحدث نفسه، فهي إن كفاية ومش كفاية يعتمد على حتى برنامج التمريض. فتنسيق مع جامعة كالجاري في قطر لهم أهداف تعليمية على مهارات سريرية معينة إن يطبقونها ولازم ينجزونها بنجاح. فهذا الشيء يعني يعتمد بعد على أهدافهم التعليمية في قسم الأطفال وفي تخصص الموجودين هم فيه اللي يناسب المهارات السريرية لهذا الاختصاص. نعم، يعني خريج جامعة معينة أو من دولة معينة أكيد في صفات مميزة وفي مؤهلات معينة ومعايير يخضع لها الممرض أو الممرضة اللي يكون خريج من هذه الجهة، ولكن اليوم أنتم لما تستقبلون من جامعة كالجاري شن هي المميزات والصفات اللي أنتم تبحثونها فيهم وتكون موجودة إن شاء الله في الممرضين القادمين بإذن الله، سواء سدرة للطب أو حتى للمؤسسات الصحية القادمة؟ هل في نواقص أو مميزات تبونها تتطور وتكون موجودة على أرض الواقع؟ طبعا الصفات والمميزات يعني انا ما بقول ان احنا نختصها حق طلاب التمريض، يعني حتى كممرض ممارس اتمنى انها تتواجد فيها الصفات والمميزات، وهو شغفه لتوفير الرعايه، حبه لتوفير الراحه والرعايه للمرضى سواء كانوا نساء اطفال. وبعد ان الممرض هو حلقه الوصل بين المريض وبين الطاقم الطبي، هو صوت المريض. فإن إحنا نتمنى أن هالصفات تكون ما تكون بس في الطلاب، إحنا نكبرها ونشجعها في الطلاب، بس تكون في كل ممرض ممارس أنه هو يؤدي دوره كصوت المريض ويكون حلقة وصل بين المريض والطاقم الطبي. طيب، قلنا أن الطلاب هذولي دخلوا عندكم 6 أسابيع وتعلموا التمريض السريري عندكم ورجعوا الجامعة ثاني مرة تخرجوا، في فرصة كبيرة أن من بعد تخرج من الجامعة أنهم يتوظفون عندكم كممرضين؟ طبعا احنا عندنا في سدرة المجال مفتوح من خلال تقديم للوظيفة طبعا، فعندنا برنامج حتى اسمه برنامج بدايتي، هو لخريجين جامعة كالجاري. برنامج بدايتي مدته سنة، هو يشجع طلاب التمريض ويوفر لهم الانتقال السلس من كونهم طلاب تمريض إلى كونهم إن بعد سنة يكونون ممرض أو ممرضة ممارس بقدر عالي من الكفاءة، وإن يكونون ممرض أو ممرضة ممارس مستقل. كلمتك الأخيرة لي خلينا نقول الطلاب الحاليين في المدارس أو طلاب الثانوية، وهل أنت تنصحين أن ينضمون لدراسة التمريض وأن يكونوا موجودين في هذا الحقل اللي أعتقد أنه يحتاج انضمام أكثر من المجتمع القطري؟ هو صحيح، يعني إحنا في نقص في الكوادر القطرية في برنامج التمريض، وأنا بحكم أن أنا دشيت التمريض وأمارس التمريض صار لي 6 سنين، فأشجع أن من أخواننا وأخواتنا أن يأخذون التمريض كمهنة، وأن مثل جائحة كوفيد 19 أن هي بينت دور الممرضين والممرضات في توفير الرعاية مش لتحسين أوضاع المرضى بس بعد بإنقاذ الحياة. فأتمنى أن استقبالنا للدفعة الأولى من طلاب التمريض أن تلهمهم أن يأخذون التمريض بعين الاعتبار، أن تكون لهم وظيفة مستقبلية بإذن الله تعالى. سيدة هيفاء النعيمي الممرضة السريرية بمركز سدرة للطب، الله يعطيك العافية وموفقين. وبالفعل خلال جائحة كورونا واللي لحد الآن احنا اليوم نعيشها بينت القيمة الفعلية للممرض، واعتقد صار تنافس لأي دولة انه ممكن يكون عندها هذا الكادر وبأعداد كبيرة. شكرا لك. شكرا.